السلام عليكم متابعي قناة اتش دي فيلم الكرام، وبيبدأ فيلمنا النهاردة بإحدى مدن أسبانيا مع المحامية فيرجينيا جودمان، وهي محامية مخضرمة في إعداد الشهود، وفي طريقها الرجل الأعمال المعروف أدريان دوريا، لأنه متهم بقتل صديقته لورا فيدال. فيرجينيا دخلت وبيرحب بيها أدريان وتقول له: أنا جيت نيابة عن المحامي فيليكس ليفا، بعتني ليك قبل ما يسافر، وفي أمر لازم نتكلم فيه حالا، وهو إنه هيتم طلب شهادتك النهاردة في المحكمة، لأني عرفت من مصادري إن في شاهد جديد في القضية، علشان كده لازم نرتب الأحداث مع بعض وتحكي لي كل التفاصيل. وبدأت تسأله: كنت بتعمل إيه مع الضحية وقت الحادث بفندق بيلا فيستا؟ أدريان قال لها إنه بيقابل لورا من فترة، وكان في شخص عرف بالموضوع فكلمنا ورتب لينا مقابلة بالفندق، وكان طلب مننا 100,000 يورو، وفضلنا مستنيينه وقت طويل. وبعد 3 ساعات بتجيلي رسالة على موبايلي، وللأسف اتفاجئت إن الرسالة من رقم لورا، يعني موبايلها كان معاهم. وقتها قررت إننا هنمشي من الفندق، وقبل ما نخرج في شخص ضربني على راسي وفقدت وعي لدقايق، ولما فوق لقيت لورا مقتولة والشرطة بتقتحم المكان. حاولت أقول لهم إن القاتل موجود في المكان لكنه اختفى. فيرجينيا قالت له: لكن تقرير الشرطة أثبت إن مفيش أي دليل على خروج أي شخص من باب الأوضة، لأنه كان مقفول بسلسلة أمان من جوه، وكان من المستحيل خروج أي شخص من الشباك أو فتحات التهوية بدون ما يسيب أي أثر، ولذلك أنت في نظرهم الجاني حاليا. أدريان قال لها: الموضوع كله فخ علشان يوقعوني، لكن دي مهمتك أنت وفليكس إنكم تأكدوا براءتي. فيرجينيا بدأت تاخد منحنى تاني للكلام وقالت له: لازم تعرف إن مفيش خلاص بدون معاناة، وإنك مش أذكى مني يا سيد أدريان، فلازم تتعاون معايا أكتر. وطلعت صحيفة مكتوب فيها خبر اختفاء شاب بمدينة بيرخي وحطتها قدامه، وبتقول له: لو عايزني انقذك من الفوضى اللي انت فيها ما تحاولش تكذب علي. أدريان اتوتر وبدأ يحكي لها، وبيقول لها: الموضوع بدأ من 3 شهور لما كذبت على مراتي وقلت لها اني هسافر باريس، لكني كنت مع لورا، واحنا في طريقنا بتظهر فجأة غزلان بتعدي الطريق، حاولت افاديها فصدمنا عربية كانت جاية في المقابل، ولما نزلنا لقينا الشاب اللي فيها توفى. حاولت اني اتصل بالشرطة لكن لورا منعتني وقالت لي: لو الشرطة جت هندخل السجن، محدش شاف اللي حصل. وبنتفاجئ بعربية جاية، ولما قربت الراجل نزل الإزاز وسألنا إيه اللي حصل. لورا قالت له: كنت ماشية وانحرفت عن الطريق واصطدمنا في بعض، ودلوقتي بنتبادل المعلومات علشان التأمين. وهنا بيسمعوا صوت موبايل بيرن من العربية. لورا راحت لهناك فلقت موبايل الشاب المقتول اللي بيرن، فخلت الموبايل وكنسلت الاتصال، وتظهرت إنها بتتكلم مع شركة التأمين وحطت الموبايل في جيبها. الراجل اقتنع بكلامها وكمل طريقه. وبعد ما مشي لورا قالت لي: لازم نخفي الجثة لأن في شاهد دلوقتي شافنا وممكن نتكشف. فحطينا جثة الشاب في شنطة عربيته وسقتها على الطريق لأكتر من ساعة وأخفيت العربية والجثة. أما لورا فلما جت تشغل العربية ما اشتغلتش معاها وكانت فيها مشكلة، ولما اتصلت بالطوارئ قالوا لها إنهم هياخدوا وقت على ما يوصلوا لها. وبعد شوية بيعدي شخص، ولما شافها عطلانة نزل وعرض عليها المساعدة وقال لها إن اسمه توماس غاريدو وإنه مهندس ميكانيكي وعنده ورشة إصلاح في بيته، فطلبت منه ياخدها للورشة ويصلحها، وفعلا بيقطرها بعربيته. وفي طريقهم لما سألها عن اسمها قالت له: اسمي راكيل. وبيجي لها اتصال من جوزها بيطمن عليها، لكنها قالت له إنها تتأخر في الاجتماع شوية. ولما وصلوا البيت مراته أليفيرا شافت دم في ايديها، ولما سألتها لورا قالت لها ده اكيد من الغزلان. وبيدخلوا البيت على ما توماس يخلص تصليح العربية، وبيدردشوا سوا عن الحياة والاطفال. أليفيرا بتقول لها ان ابنها دانيال هو كل حياتهم وبتوري لها صورته. لورا لما شافت الصورة بتنصدم وما بتبقاش على بعضها، لان اللي في الصورة هو الشاب اللي قتلوه. وفي نفس الوقت بيجي لأليفيرا اتصال من صديقة ابنها وبتقول لها ان دانيال ما وصلش عندهم لحد دلوقتي. وهنا بيدخل الاب توماس وبيقول للورا انه خلص تصليح العربية. الام حكت للاب اللي حصل وبتتصل بابنها، لكنهم بيسمعوا صوت جرس الموبايل في البيت لانه كان في جيب لورا. لورا بسرعة رميته تحت مخدة على الكنبة، ولما الام اتصلت تاني الاب بيتتبع الصوت وبيطلعه من تحت المخدة وبيقول لها اكيد دانيال نسيه وخرج. وهنا لورا كانت لازم تمشي من المكان فورا، بتروح لورا لأدريان وبتحكي له اللي حصل وقالت له لازم نتصرف، انا عندي فكرة، وبتتخلص من عربيته وبتبيعها خردة. بيرجع أدريان للمدينة وبيتظاهر انه راجع من باريس وبيقدم بلاغ بسرقة عربيته، وتاني يوم بيرجع شغله بشكل طبيعي. وبعد يومين بيسمع في الاخبار عن اختفاء شاب بعد رجوعه من شغله في البنك. وهنا بيجي اتصال لفيرجينيا وبيبلغوها ان الشاهد وصل للمحكمة. أدريان طلب يكلم المحامي فيليكس، ولما كلمه المحامي فيليكس قال له انه مسافر برا، وكلم فيرجينيا وقال لها انه بيعتمد عليها لان سفره لصالح القضية. فيرجينيا بتقول لأدريان: تمام ما تقلقش، خلينا نكمل واحكي لي عملت ايه بعد كده. أدريان قال لها: كملت حياتي بشكل طبيعي، وفي يوم الشرطة استدعتني وقالوا لي ان في شاب اختفى على بعد 5 كيلو من بيته، وبنفس اليوم بابا نقل بنت من نفس المكان ولوحة العربية
اللي كانت سايقاها البنت مسجلة باسمك، فبلغتهم ان عربيتي مسروقة ومقدم بلاغ بالكلام ده. تقدر السكرتيرة بعد كده تثبت اني كنت في باريس وبتنتهي المشكلة. وبعد ايام بيتفاجئ ادريان في الاخبار انهم بينفوا اختفاء الشاب دانيال او امكانية تعرضه الحادث، لكنه تظاهر بالاختفاء للهروب لانه قام بسحب مبلغ 100,000 يورو من حساب عملائه بالبنك بعد الحادثة بيومين. ولما كلم لورا من تليفون عمومي اتفقت معاه تشوفه بحانة قصاد مبنى الخردة اللي باعوا فيها العربية، ولما قابلها بيتفاجئوا بمحفظة الشاب دانيال وبتقوله انها خدتها قبل ما يحطوا جثته في العربية واستعملت بطاقته في سحب الاموال من حسابات العملاء. وبيتابع ادريان حياته كأهم رجل أعمال شاب في أوروبا، وفي إحدى حفلاته بالفنادق بيجيله صحفي وبيطلب يتكلم معاه. أدريان لما خرج لقى توماس غاريدو. أدريان لما شافه عرفه لكنه تملك أعصابه. توماس قال له أنا والد دانيال غاريدو، أنا ومامته عارفين إنه اتقتل وابني مش لص زي ما اتقال في الأخبار، في شخص بيخدعني أنا ومامته. البنت اللي اسمها راكيل اللي أنا صلحت لها العربية ما كانتش لوحدها، ولما جت تسوق غيرت من وضع الكرسي، يعني كان في شخص تاني اللي بيسوق، وكمان كذبت وقالت لي إن العربية بتاعت أختها، في الحقيقة العربية كانت باسمك أنت، حتى اسمها مش راكيل، لكني فضلت أراقبك أنت، وفي الوقت اللي كنت بتثبت فيه إنك في باريس كنت بصورك وأنت مع امرأة تانية. قول لي يا سيد أدريان، أنت اللي اتخلصت من جثة ابني، إحنا عايزين نعرف فين الجثة بس علشان ندفن ابني بسلام. وهنا بتيجي الحرس وبتاخد توماس وبتوجه له تهمة التسلل بهوية مزورة. وهنا فيرجينيا بتسأله، انت مش بتشك ان توماس غاريدو هو اللي قتل لورا وخلاك في وضع المتهم علشان ينتقم لمقتل ابنه؟ أدريان قال لها انت بتظني كده فعلا؟ فيرجينيا قالت له اكيد، ما فكرتش ليه انه اتفق معاك وتروحوا لفندق بيلا فيستا؟ طب تعرف ان مراته بتشتغل في الفندق ده؟ ولما اتصل بيكو لورا ردت عليه فطلب منها تسيب الموبايل بتاعها في سلة المهملات، وبمساعدة مراته قدر يدخل الأوضة ويستناكوا لحد ما توصلوا، ولما وصلته بعت لك رسالة من موبايل لورا وبعد كده ضربك علشان ما تقدرش تدافع عنها، ولما قتل لورا رمى الفلوس حواليها علشان يبعد الشكوك عنه. أدريان بدأ يوافقها في التسلسل لأحداث الجريمة. فيرجينيا بتقوله يبقى لازم ندعم موقفك انك كنت في باريس وقت الحادث ولورا كانت لوحدها وقت مقتل الشاب دانيال، فلازم نحط حاجة تخص لورا في عربية الشاب دانيال علشان نثبت ان هي القاتل وان توماس قتلها انتقاما لابنه. وديته خريطة وقالت له علم على المكان اللي رميت فيه الجثة علشان نقدر ندس حاجة تخص لورا في العربية مع الجثة قبل ما الشرطة تلاقيها. وهنا بيتوتر أدريان وبيعلم لها على المكان اللي غرق فيه العربية وبيقول لها في حاجة كمان عايز اقولها لي، أنا قبل ما زق العربية في النهر سمعت صوت خبط في شنطة العربية، ولما فتحتها لقيت دانيال لسه حي، لكن لورا كانت أقحمتنا خلاص، ما كانش في طريقة للرجوع، فكان لازم أتأكد إنه مات، فقفلت شنطة العربية وغرقت العربية في النهر، ولو الشرطة لقت الجثة التشريح هيفضحني. فيرجينيا بتحس بالغضب وبتنصدم من اللي بتسمعه، لكنها بتتمالك نفسها. وهنا فيرجينيا بتحول مسار الكلام ونبرة صوتها اتغيرت تماما وبتقول له إيه رأيك لو كانت الأدوار معكوسة؟ يعني لما صدمت عربية دانيال لورا حاولت تكلم الشرطة وانت منعتها، وانت اللي خدت محفظة دانيال وحولت فلوس ببطاقته من حسابات العملاء. وبحسب التقرير الطبي لورا فهي بعد الحادث كانت بتعاني من نوبة اضطرابات دايما، وده معناه ان كان ضميرها بيأنبها، فلو هي اللي كانت بتحرضك ما كنتش انت قتلت دانيال لما لقيته صاحي وكنت انقذته بدل ما تغرقه، صح؟ أدريان بدأ يتوتر، لكن فيرجينيا بتكمل كلامها وبتقول له لورا فضلت فترة منعزلة بعد الحادث وحطت خطتها علشان تكفر عن ذنبها، فراحت لوحدها لمدينة بيرخي لأهل دانيال وكلمتك بعد كده وطلبت تقابلك بالفندق وقالت لك إنك لازم تعوض توماس ومراته بمبلغ من الفلوس وبعد كده تسلموا نفسكوا للشرطة. وقتها لقيت نفسك وقعت في فخها فقتلتها ورميت الفلوس حوالين جثتها وخبطت راسك في المراية علشان تثبت ان كان في شخص تالت معاكوا في الأوضة، صح؟ أدريان بدأ يفقد أعصابه وبيقول لها لو كانت لورا راحت لأهل دانيال كانوا راحوا بلغوا الشرطة باللي لورا قالته لهم. فيرجينيا بتقول له لا ما بلغوش الشرطة لأنهم عارفينك كويس مش هتعترف بحاجة وعندك قوة ونفوذ تقدر تنقذ بيها نفسك، وكمان وقتها مش هتقول لهم انت دفنت ابنهم فين لان بدون الجثه صعب اثبات جريمه القتل. وبتتحرك فيرجينيا ناحيه الشباك وبتقول له ادريان تعال هنا وشوف الشباك اللي قصادك ده، توماس غاريدو هو مأجر الشقه اللي قصادك من فتره طويله. لما حس بالياس من تحقيق العداله وانك بتستخدم نفوذك لحمايه نفسك قرر انه يتابع التحقيق بنفسه وينتقم من اللي قتل ابنه. وهنا ادريان على وشك الانهيار وبيقول لها الصوره دي من الفندق وقت الجريمه، مامي دانيال زهره فيها وده لصالحي، لكن
فيرجينيا قطعته وقالت له الصورة دي مزورة يا سيد أدريان، بص في انعكاس المراية كويس. الأم أليفيرا في الصورة لكن ملهاش انعكاس في المراية، ودلوقتي بقى هتساعدني ولا لا؟ مين اللي قتل لورا؟ أدريان بيفقد أعصابه وقال لها أنا اللي قتلتها. وهنا بتيجي رسالة صوتية من المحامي فيليكس لأدريان. فيرجينيا قالت له كلمه لأنه الموضوع أكيد مهم، وأنا هخرج برا أشم شوية هوا. فيليكس بيقول له أنا وصلت للشاهد اللي وقف بعربيته وسألكم. وبعد ما فيليكس بيديله شنطة فلوس بيقول له اعتبره ما كانش موجود ولا شاف حاجة، وبيسأله عملت ايه مع فيرجينيا جودمان؟ أدريان قال له كان لازم احكي لها كل حاجة بالتفصيل، هي فعلا ذكية جدا نقدر نعتمد عليها. وفجأة بيحصل تشويش في الاتصال، أدريان مش عارف السبب وما بقاش سامع صوت المحامي، وبيلاقي قلم الحبر بيسيل في جيبه، ولما شال القلم من جيبه حس انه غريب شوية، فبيفتحه علشان يتفاجئ انه عبارة عن مسجل صوت، وبيفتكر لما فيرجينيا قالت له مفيش خلاص بدون معاناة، انت مش أذكى مني. اما فيرجينيا فكانت متجهة للمبنى المقابل اللي توماس غريدو موجود فيه، وبعد لحظات بتدخل وبيحضنها توماس وعيونه بتدمع من انتهاء مهمته بنجاح، وبيوقف أجهزة التصنت والتسجيل بعد ما بقى في ايده كل حاجة محتاجها، وبيقف أدريان في الشباك قصادهم وبيشوف فيرجينيا بتقف قدامه وجنبها توماس. وهنا فيرجينيا بتقلع اللانسز اللي لابساها وكمان الماسك علشان يظهر من تحت الماسك ملامح الأم أليفيرا مع نظرات الحسرة والنحيب من أدريان بعد ما تغلبت مشاعر الأمومة على ذكاء أفضل رجل أعمال شاب في أوروبا. وهنا بيرن الجرس على أدريان فبيتجه ناحية الباب بخطوات بطيئة، وبيفتح الباب علشان يلاقي محامية بتقوله أنا فيرجينيا جودمان وبعتني ليك المحامي فيليكس. أما توماس غاريدو فبيتصل بالشرطة وبيقول لهم أنا معايا كل الأدلة والتفاصيل الكاملة لمقتل ابني. وبكده بينتهي فيلمنا النهاردة. ما تنساش لو مش مشترك في القناة يلا اشترك دلوقتي وفعل الجرس علشان توصلك كل ملخصات HD فيلم.